مدهاش 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 قوم ما انتش دارين قصرح خالي حمود لك طقم 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 عسكري نجيو طقم عسكري اه لمو لمو ما انتش دارين لمو الغرس الذي كسرته امس الليل غرس كسرته مبارك انت هبلنتي لا حول ولا قوه الا بالله يعني الملاح مدري بهمش والخيام صبتوا النعن عليا والطقمين خالي الانقاء هو الطقم بشرك الله بالخير هي يا خرجي 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 انت به داعي خلوني استهدى بالله يا حمود ما قد وصلش بيننا يا هذا الحد يا اختي الله يرضي عليك انت عارفه بابنك يهرب من البيت يهرب لمو مو فعل سالمو ما له فعل اينو بيت غريمك يا فندم انا شدخل الان اسحبه لك على وجهه يلا بسرعه تنتظر وانا شعرف اهرب من هناك اتق الله يا اخي ما اخاف الله يا اينو ما ابو حد كيف ما ابو حد انا داري انكم تضحكوا على عقلي يا خار والله كنت نايم انا وياه ما صحينا لانه ما سمعنا صوتك ده الحين انقل جني هذا سأليني انا وانا ايش درانا ما انتش داري يا خان ها خير مدهش هرب ها هرب والله ما حد هرب غيركم لكن اين اين شي يهرب مني هنا اصلا سوى لما نهرب يا اخي مالك ها سوى انا ايش اقول لك ايش سوى لا 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 اخي حمود لا يا اخي نهربك خلينا نتفاهم انا مو نتفاهم ولي تشتوا يا عادل طيب نهدا اقول لك ارجع لك قبل ما ذرعك هذا الذي يدفع ما يصبر يا اخي ناهي مش عليك انت ترجع وبس ارجع جد خلينا نتفاهم فلت خليني اعرف حسك يا خليني هذا اليوم يالله يقصف عمرك مالكم اين غريمك عاف انتم عفوا انتم روحوا وانا ولا همكم انا شاراقبه وامسكوا اندولا عندكم شاراقبه وشدي لعندكم ولا عليك ما تتحمل مسؤوليه لو ما جبت اتحمل 20 مسؤوليه انا شجيبه لعندكم ولا يهمك هو المساله تهمني انا كيف انتم عملتم الواجب واكثر خلاص شكرا على تعبكم اقول لك شيخ لا تدخل البيت فارسين لا هي الله انا ما عايش القريه ولا عايش القريه دي ولا عايش القاع ما باقي لي داخلي ان هي الارض بتاعها امي بعت الخالق ونيبت خالي صباح نزاع انا سافر المدينه والله اجلس عند اختي ياقوت اشتغل عمل لي عمل ده الحين يا خال حمود الله يستر عليك انه يرضيك يمسك ويبهدله مهما كان هو ابن اختك وهذه اختك طيب حاضر بس اشتي افهم حاجه واحده يا عادل ليش هرب مدهش اشتي افهم ليش هرب يعني ليش هرب يا اخي افتقع من العسكر الذي اديتهم ها ما فقعونا الا العساكر ده صلى الله على رسول الله صلاه الله عليه اذا تبين ان مدهش هو الذي كسر الزار انا مستعد ادفع لك كل التكاليف ايش عليك تشتي الله يحفظك يا ولدي يا عادل الله ينصرك ويعلي جاهك هو مدهش مثل اخوك هذا واجب يدعي له بس مو ضمن لي هذا الخبر حقك انا كيف اشي ضمن كيف اللي مو ضمن لي وانا يا شباب نقول لك تعمل فنانة هي هذه خبر بعد خبر ولا منه فايدة ما دريتيش عبدها العور سأل عليك اصبحي يا صباحة كما قالي منك لهنا انت واخيك قصر خالي حمود وعادل يدوروا بعد مدهش تقولي فين راح ما خليكش امبارح
والله ما قال لي، لكن اكيد هو شيرجع. يعلم الله ان راح. ما رايكم؟ ايش تفرقوا لي؟ الحمد لله على سلامتك. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. سلامة سلامة. مالك؟ اللهم مالك ابني؟ ما سمع صوت الطقم؟ ها الناس سمعته، بس انا حسيبه سياره واقي. ولو هو السياره ما بتصدمك؟ لا تصدم. الحمد لله الحمد لله انك سلمت سلامه. الحمد لله. لا والله لا في شيء. هيا طلع معنا. طلع معنا. لا مو افندم انا معي والله والله ما لي دخل. انا طلع معنا. قصدي فين رايح؟ نوصلك معنا. هيا ها رايح للسوق. طلع نوصلك معنا. هيا هيا الله يبارك. الله يبارك. اطلع. ما قابكم عندنا؟ ما بالله معانا واحد عاصي والده كسر الزرع حق خاله. كلمنا انا ولا؟ خاله وهو. والله ما عاصي والده الا خاله اللي الارض يزوقوا بنته وشل الارض حق امه. ايش دراك انت؟ ها؟ ايش دراك؟ خالك سالك بالله ابو خالتك يعني سال الناس. اي واحد على خاله ما تي اخي الله يبارك فيك ما يحق ليش يكسر الزرع حق خاله. الخال والد مهما كان ابن الاخت يستحمل. يا ما انتم تعرفوا الاصول. وانتم ما دراكم انه لا 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 مدري شو اللي كسر الزرع. ما دراكم بسالكم بالله. من والله صدقت انه والله انه كذب خاله. نفس الكلام اللي كنت اقول لامه. ما اعتقدش انه واحد اللي عمل عمل هذا. اكيد عصابه. كيف بيوم ليله بيعمل عمل هذا كله بكسر الزرع كله؟ لله درك لله درك لله درك. هذا هو الجندي الفطن. هذا هو الذي انا نبيه. كيف بالله عليك واحد يعني ها ايش عملنا انا؟ شو اقدر اكسر الزرع هذا كله يا جماعه الخير يعني بالعقل بالعقل. ايش عمل من؟ الرجال يعني لانه انا اعرفه اعرفه من فال. من وين انت؟ ها؟ من وين انت؟ يا عم زين عم زين عم زين. عليكم السلام يا ولدي. كيف حالك يا خالة؟ حي الله من قلبك. الله يحشي. اسمعي انا اتفقت انا والخال حمود انه اول ما يجي مدهش يروح يسحب البلاغ على طول. الله يحفظك يا ولدي. الولد هذا قتلني ولا عدرت كيف افعله، لانه راضي يشتغل ولا راضي يكمل دراسته ولا هو حق رعويه، ما عدرتش كيف افعله. خير خير. انا الحين قررت اشله مع المدينه. وده خليه يشتغل معي في المدرسه ما عليك. سترك يا ابني، اذواك عندك وانت اخبر به، ابصر كيف تفعله. اما انا عجزت. حاضر ولا تقلق. هيا بس عندك عندك. يا فندم وقف وقف لصاحبنا يا فندم. والله ان انا تشرفت بال والله سالك. الله يفتح عليك اي خدمات اي شيء خلنا نستعدي. لا خلص والله سليم. ولا حاجة توجعك. اي الله. مع السلامة. ان شاء الله طريق السلامة. الله خليهم. مشكورين والله. يلا سلام. جدا سلام. ها ها ما قلت لي باسمك انا. ايوه ايوه مدهش. ما مدهش والله. انت بين نفسك يا مدهش. مصلح صديقي مدهش. والله مصلح كيف حالك؟ من جيت يا ذاك؟ قالوا كسرت زرع حق خالك فعلت مصيبه. فتوضح ابي خالي الناس كلهم بعد اجازه. قالوا الزرع مكسرت حق خالك. كذب خالي والله ما كسرت. والله ما كسرت زرعه. ها من كسرت؟ ما انا ايش داري اذا خالي يبي لي فضائح الحين. ايش تخبيني عندك؟ ما بش ما يخبيكش. ما بلمعي لك حل تخرج ما حد يعرفك من انت. امانه والله منك. يلا نعيما. سامحني يا ابني عطلتك وشغلتك عن عملك. صح صح خير ما فيش مشكله. الحين اخر كيف زي ما اتفقنا؟ ايوه خلاص. بس مالك تتحرك زي ما سمعت بانفسكم قد شغلوني اتصالات والله معي خل عمله فوق راس. الله يفتح عليك. مش نمنعكش ابدا بس الان وقت غداء. اي عاد بدي على الغداء.
بدري من عمرك، قدك عارف ايش اللي حصل لنا من مشاكل من الصبح للان، ونحن بلا صبوح، كنا لهون يطلبون غدا. مش مشكلة راعي نص ساعة ساعة. يلا. من الاخ؟ ما عرفت نفسك يا مدهش. صدق ان انا ما عرفت ايش انا، والله ان هذا انك ذيب. ذيب احمر عين. ما حد يعرفك. اي اسمع، اشكرك يا مصرح، والله ان انا ما نداري ما عنديش فلوس ولا كنت شدي لك، لانه يلا حق الطريق. عادي. معلش يا مصرح، عشان اعوضك الحق السماطه والحاجات هذه. تمام، انا سنزول المدينه لانه خايف يمسكونا ولا شيء. منين نركبين الفرزه؟ لا لا تصيرش الفرزه. الفرزه هاي بيسجلوا الاسماء، كل اي واحد يطلع فوق السياره يسجلوا اسمه ويعرفوا من انت، لكن اركب لك من الخط على الماشي. انك ذيب، اقول لك فراستي انا ما اقول اطلع عندك، انك ذيب احمر عين. الله يهي. يلا مع السلامه مصلح. مع السلامه مصطفى. الله يهي. مع السلامه. عندك 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 معاكم المدينه. المدينه اهلا وسهلا. انا عاد شل هذا ما عاد ادوم. لا صلوا على النبي يا خبره، خلوا قلوبكم فساح. الدنيا وساع فريد الله. هذا معله هنا، اطلع هنا. وين هذا؟ ما مش بواه ولا هنا. وين مالك؟ هناك. يا الله خراج. لا خبره صلوا على النبي. قلنا وانت شو تشتري يا اخي؟ انا اشتري على المدينه. المدينه؟ كم معك؟ مليون. قصدي يعني كم 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 في حق الركبة؟ كم معك؟ كم معك ذا الحين؟ كم معك نطلعك فوق السيارة؟ كم حق الركبة وأنا شدي له؟ الركب يدفعون من 1200. كم معك أنت؟ 1200؟ إيه. معي 200. 200؟ أو ما بالله. هي والله بالله استغفر الله العظيم، بس 200 إنه الألف أنا بحاجتي. والله نصورتي يوم نور اليوم. لكن اسمع، والله أنا معي لك حل، ما بش غيره. ولا اديت لي كلمه مين لما طلعنا الان. ما له وقف. مع من بتهدر؟ مع من اسكت. كل مع من بتهدر؟ بتهدر مع صاحبي. انا هو صاحبك. تتخبى تخبى. كيف تخبي بصار كيف انا؟ خبى عمد ما نوصل من النقطه تبع وبعدها نطلعك. ما ندري كيف. كيف تخبينا؟ كيف تخبينا؟ ارجع اموت. اول ما ادق لك انت اخرج. مش اختنق على مسؤوليتي. ارجع اختنق. انا اقول لك على مسؤوليتي. يلا تم. كيف هذا الكرتون ما معك فيه؟ ولا شيء يا اخي. ظننا ما طلع باك. ما طلع باك. قد كنت متخبي في الكرتون. ما معك انت؟ انا معي مليون. معاك مليون وفوق الكرتون وفوق السياره. انزل انزل. انت داري ان المدينه ما عاد ناقصها مجانين. يا فندم يا فندم، هي ما بش من يوصله، وزحمه عندنا هانا داخل. كنا نفعل معروف يا فندم. ما هو من زحمه انت داري انه ممنوع؟ هذا بني ادم طلعه فوق في كرتون وفوق السياره. احنا رحمنا وطلعنا هناك. ما نزله. نزل انزل انزل. Oh.
أنت عادل؟ تعرف عادل صغير؟ تعرف عادل؟ عادل صغيري مالي فين راح؟ تعرفنا؟ ماشي تعرف عادل صغيري؟ لا لا ما في ما تعرفه؟ لا بحب تعرف بتعادل صهيري؟ ماشي مشتي نيشان سلك نيشان. يعلم الله أين أنت يا ولدي، يعلم الله لحالك يا ابني، الله يعلم أينه يا رب. عادل ياقو ما دريتيش واحد من صحابه ناهي ناهي. طيب اذا ما كانش ابنك مدهش يا مريم كيف يقولي لي منو غيره؟ والله يا ديكي تعرف تعرف من اليوم مليون يا حمود وانا ايش درانا؟ سأل ابنك وش يخبرك من هنا؟ ما دريت شاخان. ها خير مو جارتنا مرت حفظ الله مو ولدت ودت اثنين ما شاء الله الله يصلحهم خيرة الله على دمك مكنتينا ما دريتمش ما دريتيش انا اقول لك اثنين ناهي ناهي خلاص يا مريم خلينا حالك حاضر عيوني الان اضل انا عندك واحد بثلاثة ستة خلاص الان قد جاي لك حبيبي يلا مع السلامة استاذ وين استاذ ويلكم كيفا ويلكم كان يو سيرفيس ارفيس خدمات بينك انت اي خدمات معك مدهش حجام من الـ 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 بلادها انا جنب قريتها اي خدمات حبيبي ها اي خدمات يشال مطرح نرقد عندكم هنا شو غرفه عندي كيف تشوف والله انت كيف دبل سنجل ولا سنجل دبل سنجل ولا دبل نص قلنا يا شاهين عشان نرقد انا حليل ناقصتي يعني سرير او سريرين اشتي يعني سرير والله اعمل لنا حبه ساعه قلب ولا صاحبنا طيب عندنا اقل غرفه يا حبيبي 7000 ريال كيف حالك 7000 ريال لما تسكن بشهر لا ليه لو انا شارع بيت صهيري هذا فندق سياحي يا حبيبي اقل غرفه عندنا ب 7000 ريال لا ولا قوه طيب اوكي عادي دهن جيب البطاقه حقك وإن شاء الله شان نقص لك أنا 500 ريال 7000 عاد نجيب بطاقة حياك الله طاقة جواز طاقة جواز على 7000 يا ناهدة ناهدة هذا خرج مرة دخل رقد ب7000 دخل رقد دخلنا رقد خرجنا مرة ب7000 حياك الله كان واحد شي يدخل خالي والله بو لحمه لحمه اللحميني يا جماعه الخير على واحد انا عندي فكره
انا عندي اقتراح يا جماعه، بدل الزحمات يوم زحمات نزل لنا الارض وكنا سوا، باقي ناس خارج مليان منتظرين. لا هنا امشي لاخر الصف بعدين انتظر على راحتك. يلا يلا بعد النسوان طلعين طالع، انت مع النسوان جاهزين بنت الصح الحاجات ما تجيب لك. ما عليك من النسوان، امشي اخر الصف. يلا يا جماعه الخير، انا اتكلم معاكم يعني اخر الصف. منين ياخذوا دوم؟ من هنا. عديد اللحمة يعني اللحمة 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 يعني اللحمة إيه اللحمة يا أستاذ؟ الحين شو يقول هذا الرجال؟ نحن يا الله اغرف له أنا، اغرف له أنا. يا زيد 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 أشبع جوعك، أشبع جوعك، زيد أنا. اغرف اغرف، ما استديش أنت من عندك ولا عروس. غير ارجع اخر الصف. ايه ريحي معكم. هذه بس انا شاكله. هذا ما هو؟ انا ما قصدت السمك، مقلعة من اللي عندكم. دام الله السرور، دام الله دام الله دائم. بارك الله لك وعليك ومع بينكم في خير وعلى خير. دام الله السرور، اشبع قوعك. ما في لحمه 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 من اخر لحمه حقا. يا حمام حمام ما بو في حلويات حلويات. ما شد واحد كبير، شد واحد كبير، اشبع جوعك. العرس بنفسه قدم لي بعض الخير والله النحراجة. وهذا ما هو؟ هذه حالي ضرب من القاط شوية خلص في الملاعب. جدا أحبة أنا عبيدك، معلش فضل لها مش نقدر نزورك وش تزوج العمتي مرة. مع سلامتي ده، أكرمك الله، دام الله السرور. أبا يا أخي أنا آسف، التخزين هنا؟ تفضلك الأول. أكرمك الله. يا ملك ملك أكرمك الله، أكرمك الله. حسابك تعال فاتح. أنت جاي رمزة من عمل ملوك بدل هذا. انت في مطعم فندق حده 5 نجوم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، شرفنا. حاسب حاسب مين؟ حاسبني انا. الله انك عايز تمام الانسان يكل بالملعقه. وهذيك الشوفه جنبي شنو نذبح؟ لا اقول لك نذبح هنا كل ملعقه وشكيم. لا انا اعرف اكل باحترام. زين هذا يلا برع هذا العريس. طيب لحظه ما ايش ما معنا شعور؟ طيب ما ليش اقول؟ طيب شيخ عباقي لقمه مليئه من بينك يا استاذ برا. لا ولا طيب شي انا شق له ما لا. طيب لحظه يا حول ولا قوه. حكم قاضي المحكمة أرضي له. ما تسوي أنا؟ ها؟ قم 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 ما قد كفكش ما قد شليت. قم اضهر قم 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 على من
وأنت لا أنت لحظة لحظة والله أنت أنت الذي شليت أرضي أنت ما خالي حمود وخالي حمود خالك وعمك وجيدك كلكم سرك كلكم سرك ما معيش عمام رجل بجينا الدبي بص افتجعت مني افتجعت مني وما افتجعتش منه وسرقت أرضي افتجع مني أنا وما افتجعتش منه خاف الله يا الله يلا يلا مخرج 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 الحمد لله رجعت أرضي ايش تيش اللي يا نسمعك انت صاحب ال لا 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 صاحب الأوكندا صاحب ال الأوكندا يرقد عندكم يعني يمكن يرقد ترقد أهلا وسهلا تفضل الله تفضل بس ما عنديش بطاقة كم ما بيش بطاقة أيوة لا ما بيش بطاقة تفضل معك زلات ها أدي زلات حاسبني كم جميع جيمي ادخل ارقد منقز خلق الله تفضل السر الذي هناك ايوه الرابع علام يتفرقوا هذا كمان الله 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 يا جماعة ما يصلحش هذا والله والله ما مش مالي ما يصلحش ها ولا مالك أنت ولا حاجة نقصدك أنا ما يصلحش إنه تفرقوا إن لو يكون في حالك أنت شنو سكته لا تصلح بس هذا حقيقي ولا؟ ارقد ولا اقوم اركض اكذا الحين مالش داعي خلاص يلا ارقد يلا ارقد يا استاذ يا استاذ ما به ارقد مسل الليل عين ها مالك ما اشتي ما اشتي اشتي مشوار اشتي القود القود من بي حاقي حول ولا قوة يا صاحب اللوكندا اجينا نرقد داخل فريزة ولا كيف مالي اللوان مالي يكلمونك معك الخير ارقد قلنا ارقد حول يعني معاكم كلمة غير القود القود قل له قف ارقد خبي شرق قم وانت كبدي ونخسي قم قم هيا شرق انا صاحب الأوكندا امانك صاحب انا صاحب الأوكندا ابصر رقمنا يلا قم مشتمنا اشتك تقو انا بدارك متى قرقتنا علشان يا عباسي يا اخي قم خيرة الله عليك الله يرحم والديك هيا وين هو حق امس قد خرقوا كلهم باقي انت يلا لا لا قوم متهم حق امس حق امس لحقك كلب عور قم اخرج خرجت نفسك انا داري مش اصابحك هي اسمع انا هي يقول لك حق امس اللي كنتم ولا كلمه اخرج للحين انت داري ان هذه اوكندا محترمه يلا الله يفتح عليك انا هي لا اوكندا محترمه ما
محترمة وصاحبي مش محترم. لا يخرج خرجت نفسك. لحظة لحظة. فز القمة ما دي معك. شلو. اليوم يا ولد مش عطا ولا فلسة بعد ما يسلو. أطمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنت صاحب الكوفية؟ نعم أنا صاحب الكوفية. أشو صبوح؟ أسألك بالله شي صبوح تفضلوا. أنا جاوع. جاوع تستريح وكل شيء. ما بو عندكم؟ عندنا من كل شيء شوية. شي صبوح صبوح غدا عشاء تشتي عصي بن شاهي تشرح علي كل شيء موجود. الله ديدي شاهي وسندويش. شاهي وسندويش على طول يا عم بالعظام تفضلوا. الله الله. شكراً الله خليك. تجي 2200 كمل كمل البياس كمل. شيل قد لي شوية. الله الفلوس حقي. سرق الفلوس حقي. سرق الألفين. سرق الألفين. الألفين يا سارق. أين الألفين؟ سرق الألفين. ألفين ومئتين. سرق الألفين والمئتين. لحظة لحظة لحظة. الله يرضى عليك لحظة. حق الشيء. سوى حقك. هذا الخبر على غيري. مش علي أنا. والله أصحابك الذين خرجوا. والله ما هم أصحابي سرقوا حق الفلوس. بجودوا فلوس بلاش تفعلوها وتأمنونا بالسوالة ترى دي فيهن قرادس مدري مجاعي. ما قاعد اتحقق سؤالك. هذيك سؤالك تفضل. كم حسابك انت؟ حسابي 500 معك انت حسابك 200 200 جبت واحد جاي هو. هذه حقك. خبرتك اثنين. هذه خذ حقك. يا مرحبا. انجو انجو. يا ريت القرقوم. مع السلامة. السلام عليكم. الله اين انت؟ اين تكون؟ صلي على رسول الله. ركز ركز. خلي وافي. وافي الله يحفظكم. والله ما داري يعني لو مش انتم كان اقري حمع باقي لي غيره. سال انت تستاهل تستاهل. يا محمد وين هذا؟ حاسبته حاسبته. باي حق تحاسب؟ وانتم باي حق ترجعوا فلوسي؟ هذا واجب. انت تستاهل الروح. وبعد ايش اقول لك حاجه؟ كن ركز. القريه غير المدينه. كن صلي على رسول الله. اللهم صل. شكلك عبك جيت من القريه. ايوه. وما قصتك؟ والله جماعه الخير حكايتي. يا رب اسالك وادعيك يا الله تحفظ ابني مديش يا رب وتوفقه وتنقيه من كل شر يا رب وتكبر قلبي بو يا رب. آمين آمين يا بنتي آمين. قومي اتصلي لأختش ابصري وهم حصلوا خبر ولا علم. لقى حصلهم شي يتصلون. أقول ليش قومي لا تكونش زي دي الهداء. حاضر. الله لا غيبك يا مديش. آمين يا رب آمين. صحيت الحمد لله على السلامة. أنا أنت في المستشفى؟ والله ما قلعت الزرع. والله ما قلعت الزرع ولا شيء. والله أنت في المستشفى الآن. أصل حصل لك حادث أمس. العزاء. الحمد لله جبناك لهنا. العزاء هني. العزاء. أي العشاء؟ أي العزاء؟ أقول لك أنت في المستشفى. ليش؟ حصل حادث أمس. حادث مروري امس حصل لك. يا حادث. ايدي. منو صدمنا؟ خير ان شاء الله.
دورنا بعد اوراقك ما حصلناش حتى رقم بطاقه شخصيه. شو بطاقه؟ معاكم انتم البطايق هذي، احنا فندق ولا هنا؟ يا ابني هذا علشان سلامتك. بطاقة حول ولا قوة، حول ولا قوة، ما تشا مني دحين. دحين قول لي ما اسمك. انا مدهش. مدهش؟ مدهش. طيب في احد من معارفك هنا ولا شيء تعرفه ولا حاجة تصبه ولا شيء؟ انا ابو خالي، خالي ولا امي؟ خالي حمود. فين هذا؟ فين؟ بالبلاد القرية. بالبلاد؟ يعني راح نجيبه من البلاد. معك خبر ثاني؟ معك واحد في هنا في المدينة؟ هناك في الضابة فندق. أخي أنت جالس تلعب بي ذا الحين؟ أنا ما ألعبك إلا لا أبو عادل. عادل فين هو ذا عادل؟ إيش يشتغل؟ عادل صهيري. إيش يشتغل عادل هذا؟ يشتغل بن خالتي. لا معه مدرسة حق تعليم. لا 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 هذا من السيارات. أو تقصد عادل عبد الخالق؟ تعرفوه؟ من ما يعرفش عادل عبد الخالق؟ خلاص رقمه عندي. طمن انا بتصل به الان. طمن. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عادل. عادل كيف؟ انا مريض عادل. كسرنا. كسرنا. هنقدر حصلنا كل باقي ساعة. كل ما خلصنا عليه. دكتور. تعال دكتور ايش باقي له؟ سوينا العلاج احنا والعلاج الجسمي كله الجسمي كله كله سليم ما عدا يده بس اليمنى فيها كسر. 10 ايام ان شاء الله وجبرت. لا تصدقوش. يدي مكسور. خير خير. قلت لي نقلت رقم السيارة ولا حاجة؟ تصور فرق مثل الطير. بس رقمين فقط الذي استطعت تحصل عليها. أما الباقي ما شفتهاش. لكن أوصافها تماما مثل ما قلت لك. لكن طمن بنجيبه يعني بنجيبه ان شاء الله. حرام انك ذيب. ذيب احمر عين. انا اقدر اخرجه ان شاء الله. يدي مكسور. خير 10 ايام مش تكبر. صح. يدي مكسور. اسرع البيت. اسرع البيت. ما بعرف. اشع عصير. اشع عصير. طيب طيب فهمت الحين حادث. انت اخذت الرقم حق اللي صدمك لي؟ اخذ منه. وسجل منه. شو سجلت الرقم؟ قلت لك الرجل فرق مثل الطين. لكن انا لمحت رقمين 2 و4 اما الباقي ما شفتش. 2 و4 مش اعمل بهم. 2 و4 مش اعمل بهم. نجي 2 و4 والباقي. طيب طيب اطمن. احنا بنجيبه. اطمن. روح. فريق مفاجأة. وين دي مفاجأة؟ قلنا انت بي من الصباح. مفاجأة ويني؟ اتفضل. كوفي يعني كوفي. ايش في بك يا غود؟ ايش في بك؟ ايش حصل لك؟ تفضل. لا ايدي. شكلك تاعب يما. يا بنتي يعلم الله ما مضلي قفل. قلبي بيأكلني على ولدي مدهش. مهما جلست هو شي يرجع. يا لك يا بنتي يا لك. وبعدها بدل ما انتي جالسه تتخضبي شو اللي عاونيني نقي الذره. حاضر. الله يكبر قلبي بك يا ولدي. الله يحفظك يا مدهش من كل شر. صدمنا ياقوت. جلس يا اخي. سلامه سلامه ياقوت. صدمنا محسن بيتكم. يا اخي جننت بامي. وينك؟ لا حس ولا خبر. جننت بالامي. انا قاوع. الان بجيب لك الان غدا. مش غدا عشاء. غدا وصبوح الان. اتصل امي خليه يكلمك. الان خليك الله. يا اخي بشوف وين تعورت. انا قاوع. كل مدول كام؟ كل مدول كام؟ سلامات سلامات. كل انا قاوع. الان بقوم اجيب لك الان خليك. صلح لي. ايوه رحمه. فين حالتي؟ هات هات شوف البغل. هات يا خبيري. هات يا خبيري. الو رحمه. ورحمه ما دريتيش. يما اما ما دريتيش مو اخي مدهش صدمتها سياره. مو تقولي يا مجنونه. اصبحي يا صباحه. يا
الله انهم دحين اتصلوا لي من بيت عادل. هيا جي جي روحي بصرف بريمية جي جي يلا بصرف المقام باي باي. يا بنت ابني غلش اتصلي اتصلي اطمن على اخوك لحظة اتصلي بصرف بدي امي حرقت قلبي عليك يا ولدي. ماما الو انا مدهش. ها ولدي يا مدهش كيف انت يا ولدي؟ نمو هكذا تفعل بي؟ هذا اخرته يا مدهش؟ حرقت قلبي يا ولدي. اني احبك يا مدهش. اني حسي عندك مرقود يا مدهش ولا اطعم لقمه يا مدهش. نمو هكذا تفعل بي؟ صبري جني شلك موشي صري على ما هدرتوش. الو واما واما ما لي خلينيش اخبر ما لي لا حول ولا قوه. ها رحمه ما بين امي قولي لا تقلق ولا شي ولا بين شي الا صدمه سياره بس حول ولا قوه الا بالله. يلا خلص انا شخبري بعدك بعدك اتصل. السلامه. ها ورحمه اسمعي نسيت ما بنت اقول لك. يلا خلص اتصل قول لامي امانه لا تبكيش علي. السلامه انسرع السلامه انسرع سهيل وصهيل كلام التلفون. انا قاوي انا باقي ما اجيب لك غدا وانت لكن هداء ارتاح شويه. انا هادي بس شاهد الا لقتلتوها الان في من كل حاجه الان باقي ما اجيب لك هداء. انا قال لك ساعتين وانت اشتدي غدا خلاص يا اخي اضحك معي. انا قاوي يا اخي هداء مالك. ايوه هامو تدي لي اكل بعد ما حليش. يا اخي كنت بتشل الرقم اقل حاجه بتصل لنا. يا شل الرقم كيف حالك؟ انا شل الرقم كنت شل الرقم شل لنا الطقم ما شل الرقم. ايوه صح. بس يا اخي انت مش حق مشاكل مصنف لك تفعل كده. حول ولا قوه الا بالله. الله دهش خلينا انت والخبار هذه سالك بالله قلت بطيك انت خبر هذا. هذا وانت العاقل يا اخي. اهم شيء كيف انت بخير؟ الحمد لله لما شفناك بخير وبنكون مرتاحين اكثر لما تعافي ان شاء الله. الله يخليك اختي. الله يحفظك. وبنكون مرتاحين اكثر لما تعافي ان شاء الله وترجع زي ما كنت تبطل لك مشاكل. انا قال لك ان انا حق مشاكل وصدقتي. انا والله مسكين ارحم والله ان انا ارحم. اينهم الجهلة اينهم عيالك رنا ومسمون الثاني شام شام سامو رنا اينه هي دي يوم اقاو من المدرسة اقاو ايش اقول افتح اشرب قبل ما يجيو. هلا من عوليدك؟ كيفه؟ من عوليدك؟ واحد مقصوص عمير صدمنا وانا قاجع بالشارع. وانت من قال لك تقطع الشارع لحالك؟ حرام انك مضحك ما كاش بحد معي. يا اخي المدهش يا اخي المدهش. اه ايش اسمك؟ ياسين. ومش منك من الكوفية. تعرف السبع المدهش؟ ايه اعرفه من البلاد. اه ادي توجعك. توقعنا او كيف؟ اضحكوا وانا اللي توقعنا. ايدكم نكتة هبيجة مرحبا بو الله علي عمك مجد كيف حالك حبيبي؟ هذه عمتك نجات؟ ايوه هذه عمته نجات. ما شاء الله بس كبيرة عودك ملا يا اخي انت شفتها زمان اول ما جاء من الغربة وعادي صغيرة. الله ايش جالس تحكي لهم الان؟ والله ما لي علم. ما بعد قفز النمر وقلبي دخل 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 دخل.